أنا من قبل 5 سنين أعطتني المؤسسة للطفل هذه شجر زيتون. بعد الحرب كان وضعنا كويس يعني وماشي الحال وتمام التمام، بس بعد الحرب بإذن الله أسوأ. مش أنا، كل الناس صار وضعها مأساوي. أنا عندي 4 أطفال في الدار، أولاد بنتي مشانة أنا قاعد بربيهم، عندي لا غطا ولا فراش ولا حليب ولا أي حاجة. وأجوا كمان تنتين برضو بنت نسيبي ما استقبلوهنه، جبناهم عندنا، قصروا عندنا 6. احنا اول شيء طلعنا من الدار، فطبعا كل الحاره كل الجيران كلهم طبعا سحبوا طلعوين قبلوا قبله. رحنا على مدرسه بيتنا فيها ليله، فكان الوضع برضه متعب قلق. احنا طبعا ما قدرناش نطلع عشان الوضع لما كان ساخن، دوبنا طلعنا بجلدنا يعني، بس اللبس اللي عينا ما طلعش ولا بحاجه. غادنا وطحيننا كله شريته نفس اليوم، بقى كل الدار ملانا طحين وخضره وكله، ما خدناش ولا حاجه، طلعنا بس مواعيد اللابسين ما خدناش ولا شيء. الحياه هنا صعبه من تعبات الميه، من السقعه، من الاطفال، فيش غطا، فيش فراش، فيش فرشات، فيش ولا حاجه، فيش حاجه معانا بالمره فيش، ما فيش. يعني بتخلص خزان المي عندك، احنا قاعدين حوالي 60 نفر، 60 نفر احنا، بدك كل يوم كل ساعتين تقعد على المي بتلاقيش مي. وفي شباب بناموا في المنطقه الثانيه مش شان عشان قلت الوسع.